النهارده ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع اللجنه الطبيه لمناقشه اعلان عدد من الشركات العالميه للتوصل لنتائج متقدمه في لقاحات كورونا علشان بحث سبل تأمين حصول مصر على جرعات كافيه من اللقاحات. الاجتماع كشف ان مصر توصلت لاتفاق مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال بحصول مصر على 20 مليون جرعه من هذه اللقاحات التي ستنجح في الحصول على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية. معانا عبر زوم الدكتور محمد صلاح أستاذ الصيدلة بجامعة بنسلفانيا. مساء الخير يا دكتور. بحضرتك. أهلا بحضرتك. عايزين نعرف ايه هي هذه اللقاحات الاقرب للظهور خلال الفتره المقبله؟ في اكتر من لقاح. تمام، مظبوط حضرتك. هو طبعا ده مس على كل اهلنا وناسنا في مصر، وانا ليا الشرف ان انا في كليه صيدله جامعه القاهره وباحث هنا في جامعه بنسلفانيا. بالنسبه لحضرتك هنقول بس ملخص سريع ان طيب. عندنا نوعين من التدخل المناعي، في حضرتك المصل وفي اللقاح. نعم. الفرق في عجاله ان لما الفيروس بيدخل جسمنا الخلايا بتاعتنا بتبدا تستجيب له وتكون هي اجسام مضاده مناعيه. نعم. طيب الموضوع ده بياخد وقت حوالي 3 أو 4 أسابيع. فالنهارده عندنا نوعين من التدخل، لا قدر الله واحد بالفعل دخل الفيروس عنده، ولانه طبعا زي ما احنا عارفين ممكن يعمل الاثار بتاعته سريعا جدا، فده احنا بنديله اجسام مضاده متصنعه اوريدي بره، يعني موجوده في الحقنه، بديله على طول انا الاجسام المضاده، وحتى دي بنسميها مناعه سلبيه لان هو جهاز المناعه بتاعه مش هيتدخل باي شكل من الاشكال. ويمكن ده الدواء اللي خد فعلا الموافقه العاجله زي ما حضرتك تفضلتي، ان دلوقتي بيعملوا حاجه اسمها emergency use authorization او الاي يو اي. عاده الاف دي اي بتعمل حاجه اسمها الابروفال او الموافقه النهائيه، ودي حضرتك في الحالات الطبيعية المصل أو اللقاح أو العقار بياخد سنوات طويلة من البحث والمرحلة الأولى والثانية والثالثة، وبعدين ياخد شهور للحصول على هذه الموافقة. لكن زي ما حضرتك شايفة وكل الناس متابعة، في جهود وتعاون من العالم كله عشان الأبحاث تمشي بسرعة رهيبة جدا. الحكومات العالمية استثمرت مليارات، يمكن الحكومة الأمريكية لحد دلوقتي حضرتك منحت أكثر من $1 بليون لكذا شركة لتصميم هذه الامصال واللقاحات، مع كمان وعد بشراء ملايين الجرعات زي ما حضرتك تفضلت. كل الدول لتطمئن هذه الشركات عشان تستثمر استثمارات ضخمه، ان كل الدول وعدتهم بشراء جميع الكميات اللي هي هتطلع. فالنهارده هل امريكا هتنجح؟ عقار خد الموافقه خلاص، اللي هو البان لانيفي ماد ده، زي ما بقول لحضرتك ان لا قدر الله لو واحد عنده اعراض خفيفه ومتوسطه على طول هيتدخلوا ويدوله الاجسام المضاده المصنعه خارج الجسم دي عشان ان شاء الله ما يدخلش لا قدر الله في مرحله. طيب هل امريكا هتنجح قبل روسيا والصين في هذا اللقاح او توزيعه على العالم؟ ده حضرتك ده المصل ده خلاص اخذ الموافقه خلاص حضرتك، وهيبدا ينزل الاسواق، وامريكا بالفعل دفعت فلوس 300 مليون جرعه تقريبا او 300 مليون دولار شيء من هذا القبيل. يعني هي اوريدي العقار اخذ الموافقه، وزي ما قلت لحضرتك هم اشتروا منهم 300 مليون جرعه بثمن 375 مليون دولار، يعني خلاص ده ان شاء الله هيتوافر قريبا جدا. الفكره الثانيه بقى حضرتك، طيب انا لو عايز اعمل وقايه بقى مش علاج، يعني مش عايز استنى لما الفيروس يجي للناس، بدي اللقاح او الفاكسين او التطعيم. زي ما حضرتك عارفه مفيش مرض معدي سواء فيروس او بكتيريا اختفى من العالم غير لما كان له تطعيم او لقاح او فاكسين ناجح، شلل الاطفال، الالتهاب الكبد الوبائي به وهكذا. نعم. فالنهارده الحمد لله الخبر الجميل كمان اللي سمعناه ان شركه بايونتك اللي هي اصلا مركزها في مدينه ماينز في المانيا بالتعاون مع شركه فايزر. نعم. اعلنوا عن نتائج المرحله الثالثه اللي هي اخر مرحله في الابحاث قبل ما ياخدوا ان شاء الله الموافقه، ان النتائج يعني رائعه يمكن احسن مما تصورنا. لان عشان اقرب لحضرتك الفكره، لو النهارده لقاح بيقدر يدي حمايه ل 50 أو 70% من الناس اللي بتاخده، ده حاجه ممتازه جدا.
هم اعلنوا نتائج مباشره جدا ان اللقاح بتاعهم 90% حمايه بيوفرها. يمكن ده طبعا عشان عدد قليل لحد دلوقتي اللي اتدرب عليه الكفاءه بتاعته، ولكن ان شاء الله حتى لو لما ينزل ان شاء الله من المتوقع على بدايه العام الجاي باذن الله، وناس كتير اخذته حتى لو الكفاءه 80%، فده شيء ممتاز جدا، لان ده حضرتك ان احنا بندي للجهاز المناعي كانه صوره كده من شكل الفيروس بس غير معديه طبعا، فيبدا الجسم نفسه هو اللي يكون الاجسام المضاده، والاجسام المضاده دي تمسك في الفيروس قبل ما يدخل اي خليه لو الانسان تعرض لها. اذا دي وقايه وحمايه مش بس لهذا الشخص، ولكن لان هذا الشخص كمان ابتدى يتوفر عنده حمايه، فزي ما حضرتك ذكرتي لما يبقى بلد زي مصر تعتادها 100 مليون، لما يبقى عندي 20 مليون انسان مطعم يبتدي يظهر المبدا اللي يمكن الناس اتكلمت عليه في الشهرين ثلاثه اللي فاتوا، وهو ما يسمى بالهيرد اميونيتي او مناعه القطيع، بمعنى ان النهارده لما يبقى واحد او اثنين او ثلاثه في مجموعه من 10 افراد متطعمين، ده هيوفر حمايه كبيره جدا للافراد التانيين، لان الفيروس مش هيتكاثر داخل هؤلاء الناس، وبالتالي مش هينتقل للاخرين. يعني دكتور حضرتك بتتكلم ان هو هيكون في اول العام الجديد، طيب امتى هتتم عمليه توزيع للدول وكل دوله تضمن حقها في حصتها من هذه اللقاحات؟ هو طبعا للاسف دي قضايا بقى بنبدا يدخل فيها جوانب كثيره جدا سياسيه واقتصاديه، لان زي ما ذكرت لحضرتك دوله زي الولايات المتحده استثمرت مش بس في هذا اللقاح مبلغ مش متذكر الرقم بالدقه يعني، ولكن كل لقاح من هذه اللقاحات الولايات المتحده الامريكيه اعطت دعم ما بين نص بليون يعني نص مليار دولار الى مليار و200 الف، مثلا اتحاد زي استرازينيكا اللي عامله برضه شغالين في لقاح مع جامعه اوكسفورد، شركه موديرنا برضه عاملين لقاح مماثل، فالنهارده شركه زي بايونتك هي اصلا شركه صغيره اسسها عالم الماني من اصل تركي هو ادوار شاهين وزوجته، والحقيقه هم فعلا هذا اللقاح لما التقينا بيهم في مؤتمر في ماينز في المانيا كان هو منظمه في 2017، كان هذا يعني كان في لقاح اصلا هو صممه للوقايه من السرطانات، فلما ظهرت طبعا هذه الجائحه هو والفريق البحثي بتاعه في الشركه قدروا يعيدوا توظيفه بحيث يبدا يتم استغلاله في موضوع الكورونا. فالنهارده الحكومات الالمانيه والامريكيه والحكومات الاوروبيه والغربيه بشكل عام اللي دفعت هذه الاستثمارات الضخمه مع زي ما قلنا وعد ومبالغ كانها زي ما بيسموها في مصر باللغه العاميه عربون او مقدم لكميه معينه من الجرعات، هنا هتدخل بقى اشياء كثيره ما بين مفاوضات وامور سياسيه بين الدول لمحاوله زي ما حضرتك بتقولي ان يتم توزيع بنسب ما على جميع دول العالم، لان يمكن هذه الجائحه الميزه اللي فيها زي ما قلت لحضرتك انها على مستوى الخطوه الاولى وهو البحث العلمي، كل فرق البحث في العالم اللي شغالين مناعه وشغالين فيروسات كانوا بيتعاونوا سوا ويتبادلوا الخبرات ويحاولوا ينشروا المعلومات المتاحه عندهم باسرع وقت. الدول والمنظمات بتحاول تسرع من عمليه تسجيل هذه الادويه واتاحتها، الحكومات لم تبخل بالدعم المادي لهذه الابحاث وهذه الشراكات. فنتمنى ان هو هذا الاحساس الانساني العالمي يستمر كمان زي ما حضرتك تفضلتي في موضوع التوزيع، لانه للاسف زي ما وضح لنا ان اهمال اي دوله ممكن يخلي او عدم تغطيتها من خلال هذه التطعيمات وهذه الامصال واللقاحات للاسف ما زال هيضر بباقي الدول، فاعتقد برضو ان شاء الله هيكون في نوع من العقلانيه والتفاهم ان احنا يعني كل الانسانيه في مركب واحد، وان لازم كلنا نتعاون، لان يعني مش من مصلحه حد انه لا قدر الله تظل هناك بؤر لانتشار هذا المرض في اي دوله في العالم. بشكر حضرتك دكتور محمد صلاح استاذ الصيدله بجامعه بنسلفانيا، ويعني خبر كويس انه احنا في النهايه قدرنا نصل الى هذه اللقاحات. هي صحيح امريكا اللي مصدر هذه اللقاحات وهيتم توزيعها على دول العالم كله، وده شيء مبشر بالخير، هو هيكون في اول العام الجديد ان شاء الله، وده شيء مطمئن. فاصل ونواصل.